المثال اللي بعد كده بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا the figure shows the graph of a function f at which numbers f is discontinuous وهو يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك الجراف ده طبعا بيوضح الفانكشن بتاعت ايه؟ بيقول لك هنا ما القيم التي عندها الاف ليست منتصفه. طيب تعالى بص كده واحده واحده. اول شيء عند الواحد يا شباب، عند الواحد لما بص اجي عند الواحد واطلع كده الاقي ايه؟ دايره مفتوحه. مفتوحه دي معناها ان عند الواحد الفانكشن ليس لها قيمه. يبقى النقط دي مش معايا. اذا دي معناها ان عند الواحد الفانكشن از undefined ليست مره. يبقى لما اعملها دايره مفتوحه كده معناها ان عند الواحد الداله ايه؟ ليست مره. اذا طب عند الواحد الداله ليست مره، يبقى ده معناه ايه؟ ان الداله ليست متصله عند الاكس ايكوال 1، يبقى الداله ليست continuous عند الاكس ايكوال مين؟ 1. يبقى ده اول ركيب. طيب تعالى عند الثلاثه كده. اول شيء عند الثلاثه لو انا هجيب الليمت فروم ذا ليفت يبقى انا هبدا من اليسار واذهب لثلاثه. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نمشي على الكيرف من اليسار لحد ما نوصل للثلاثه. اهو هوصل يمين يا شباب، هوصل عند النقطه دي. هوصل عند مين النقطه دي؟ النقطه دي تقابل مين هنا؟ تقابل قيمه معانا. وليكن مثلا نكتب 1. طيب تعالى نجيب ليميت الثلاثه فروم ذا رايت. يبقى انا هبدا من اليمين فروم ذا رايت، يعني هبدا من اليمين واوصل للثلاثه. يبقى يقابلها ايه؟ ان انا امشي على الكيرف من اليمين واذهب لحد ما اوصل للثلاثه، او وصلت عند الثلاثه اهو، بقيت فوق الثلاثه بالظبط. طيب القيمه دي بقى وصلت هنا بالظبط عند النقطه دي، القيمه دي تقابل كام على الواي؟ تقابل القيمه دي وليكن دي مثلا 5. اذا الليمت فروم ذا رايت بيساوي كام؟ 5. والليمت فروم ذا ليفت بيساوي كام؟ سالب 1. يبقى هل هما متساويين؟ لا ليسوا متساويين. اذا هذا معناه ان فروم ذا ليفت ليس فروم مين؟ ذا رايت. اذا الليمت ده مال داز نوت اكزيست، وبالتالي الشرط الثاني ما تحققش، لان فاكر الشرط الثاني كنت بقول لك لازم الليميت يكون موجود. اذا الليميت هنا ليس موجود، اذا هي فعلا دي ليست متصله عند الاكس ايكوال 3. تمام. طب تعالى كده عند الخمسه. عند الخمسه تمام الليميت عند الخمسه بكام؟ اول شيء لو انا مشيت من اليمين، لو انا اجيب الليميت من اليمين يبقى مش يبقى ابدا من اليمين واروح اليمين للخمسه، وبرده همشي على الكيرف من اليمين واوصل لحد الخمسه. هوصل عند النقطة دي، النقطة دي تقابل كام؟ تقابل القيمة دي وليكن مثلا يعني 2. طب ليميت فروم ذا ليفت يبقى أبدأ من اليسار وأذهب للخمسة. يبقى أبدأ من اليسار على الكيرف وأذهب اليمين للخمسة. يبقى أوصل برضه للنقطة دي، النقطة دي تقابل كام؟ برضه تقابل 2. إذا ليميت فروم ذا ليفت بيساوي فروم ذا رايت بيساوي كام؟ 2. إذا الليمت عند الإكس إيكوال 5 بيساوي كام؟ يبقى الليمت عند الإكس إيكوال 5 عند الإكس تقترب من 5 بيساوي كام؟ بيساوي 2. تمام. طب بص كده بقى، أنا عايز أجيب بقى الإف أوف 5. طب لو أنا يبقى الإف أوف 5 بقى عند 5 وأطلع فوق كده لحد ما أوصل للكيرف، هلاقي إيه؟ هلاقي دايرة مفتوحة. طب إذا هل الإف أوف 5 ينفع أخدها عند هذه القيمة؟ لا ما ينفعش. ليه؟ الدايرة دي مفتوحة معناها إن هذه النقطة مش معايا. طب هكمل تاني وأطلع فوق، هلاقي هنا الدايرة مقفولة. يبقى فعلا الاف اوف 5 بتساوي مين؟ بيساوي قيمه الواي التي تناظر هذه البوينت. فين قيمه الواي التي تناظر هذه البوينت؟ امشي كده افقي لحد ما اوصل عند القيمه دي وليكن مثلا هلاقيها 6. تمام. يبقى الاف اوف 5 بتساوي كام؟ 6. طب هل ليميت الاف عند 5 بيساوي الاف اوف 5؟ لا، ده ليميت الاف عند 5 طلع ب2 والاف اوف 5 طلع بكام؟ ب6. اذا فعلا هم لا يساووا بعض. اذا ده معناه ايه؟ إذا ده معناه إن الشرط الثالث بتاع الكونتينيوتي لم يتحقق. إيه هو الشرط الثالث؟ كنت بقول لك إن لازم الإف وفي الإي لازم تساوي ليميت الإكس تقول للبي. طب هما الاثنين ده عشان ده عشان يتحقق الشرط الثالث لازم يحصل كده. طب أنا طلع لي هنا إيه؟ إن الإف في 5 لا تساوي ليميت إكس تقول لـ5. إذا هذا معناه إن الشرط الثالث لم يتحقق، وبالتالي هي ليست متصلة عند مين؟ عند الـ5. تمام. طيب تعالى بقى ندخل ناخد بقى المساله دي ونحل كل واحده بقى ايه لوحدها. هذه المساله بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايا من هذه الدوال ليست متصله. ليست متصله. تمام. يبقى انا عايز يبقى انا لو في يبقى انا لو ثلاث شروط حققوا يبقى هي متصله. طب لو
ولو في شرط واحد لم يتحقق يبقى الداله دي لازم تتصح. تعالى نبص كده، هنجيب مين؟ أول شيء هزيد ده، تمام؟ أنا عندي هنا إكس ماينس، وبالتالي أنا هجيب الليميت، يعني أنا هجيب الليميت عند مين؟ هشوف الليميت، سوري، هشوف الدالة هل متصلة عند الاتنين ولا لأ؟ يبقى أنا دلوقتي عندي إف إكس إيكوال إكس سكوير ماينس إكس ماينس 2 على إكس ماينس 2. السؤال ده بقى بيقول لك إيه بقى؟ السؤال ده بيقول أي من هذه الدوال بيكون discontinuous، يعني اي من هذه الدوال ليست continuous. حلو، فانا همسك كل داله واشوف هل هي continuous ولا لا. طيب بالنسبه للفانكشن ايه، بالنسبه للفانكشن اف، انا عندي هنا مقام في مين؟ في اكس ماينس 2. اذا المشكله كلها هتيجي منين؟ هتيجي لو الاكس ايكوال 2، صح؟ ما لو اكس ايكوال 2 هنلاقي مقام بالزيرو. اذا انا هجيب هنا الليميت عند، سوري بقى، انا هنا هشوف هل الداله continuous ولا لا عند الاكس ايكوال كام؟ طب تعالى كده، يبقى نقول كده ات الاكس ايكوال 2. تعالى نشوف اول شرط، اف اوف 2 بكام؟ 4 ماينس 2 ماينس 2 على 2 ماينس 2 بيساوي كام؟ ده صفر على صفر. اذا دي از انديفايند. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاف اوف اكس از نوت كونتينوس ات الاكس ايكوال 2، تمام. ده رقم ايه؟ طب رقم بي، انا عندي هنا جي بيساوي 1 على اكس سكوير لو الاكس لا صفر، وبيساوي 1 لو الاكس بيساوي كام؟ صفر. طب اول شيء هنشوف اول شرط، هنجيب مين؟ هبحث عند الزيرو، يبقى هنقول له كده هبحث عند الزيرو ليه؟ عشان الزيرو ده اللي عنده الداله بتتغير. لو بس مثلا لو الاكس ايكوال 0 ده لك 1، طب الاكس لا تساوي 0 ده لك مين؟ 1 اكس سكوير، يبقى انا هبحث عند الزيرو. فهنقوله كده ات الاكس ايكوال 0، اول شرط عندي لازما الاف اوف 0 تبقى ايه؟ ديفاين. طب تعالى كده نجيب الاف اوف 0، اف اوف 0 بيساوي كام؟ اف اوف 0، اخد الداله اللي عندها الاكس ايكوال 0، فين الداله اللي عندها اكس ايكوال 0؟ الواحد، ان عند الواحد الاكس ايكوال 0. حلو، انا عندي هنا لما الاكس في 0 الفانكشن بيساوي 1، صح؟ يبقى الاف اوف 0 بيساوي كام؟ بيساوي 1. طبعا هنسميها جي عشان هو هنا ايه؟ بيسميها جي. يبقى فعلا ايه؟ هي از ديفاين، يبقى اول شرط ايه؟ متحقق، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنجيب ليميت الاكس تقول لمين؟ للصفر. الجي اوف اكس ده بيساوي ليميت الاكس تقول للصفر. هنا بقى تاخد انهي داله؟ تاخد اللي عندها يساوي ولا عندها لا يساوي؟ لا، هتاخد اللي عندها لا يساوي. تاني، لما يكون عندك في داله فيها يساوي فيها لا يساوي وانت عايز تجيب الليميت بتاعتها، يبقى تاخد تاخد الفانكشن اللي عندها الاكس لا تساوي. فين الفانكشن اللي عندها الاكس لا تساوي؟ هي 1 على الاكس سكوير. يبقى اخد مين؟ 1 على الاكس سكوير. ليميت 1 على الاكس سكوير ده معروف اصلا اللي هو مين؟ بما لا نهايه على فكره. يبقى ليميت 1 على الاكس سكوير معروف اللي هو ايه؟ بما لا نهايه. ليه بقى؟ ركز معايا، بص كده. اول شيء لما انت ليميت اكس تقول صفر 1 على الاكس سكوير، انت هتعوض الاكس بصفر. بالظبط، هديك كام؟ 1 على صفر. فهتقول لي والله الليمت ده لا اما بيساوي، لا ده مدني 1 على صفر، يبقى لا اما بيساوي لا نهايه او سالب لا نهايه او ليس موجود. طيب نعرف منين؟ نجيب الليمت من اليمين، يبقى ايه؟ 1 اكس سكوير. يبقى في حاله لو طلع ان الليمت، يعني في حاله لما اجي اجيب ليمت تلاقي لي رقم على زيرو، على طول تعمل اللي انا عامله دلوقتي ده، تجيب الليمت من اليمين وتجيبه من اليسار. طب ازاي تجيبه من اليمين وازاي تجيبه من اليسار؟ هقول لك بقى. جيب الليمت من اليمين، طب ازاي؟ اعمل خط العداد. انت هنا بتجيب الليمت عند مين؟ عند الصفر، يبقى حط صفر. الليمت من اليمين يعني ايه؟ يعني تبدا من اليمين وتوصل للصفر، تمام. ثم خد اي رقم هنا وليكن مثلا واحد، وعوض بالرقم ده في الداله دي. لو طلع لك المقدار موجب يبقى الليمت ده بيساوي موجب بلا نهايه. طب لو طلع لك المقدار سالب يبقى الليمت ده بيساوي سالب بلا نهايه. طيب تعالى كده ناخد الواحد ونعوض، واحد على واحد بكام؟ واحد، يبقى ايه؟ موجب. يبقى الليمت ده بيساوي كام؟ موجب من النهايه. طب تعالى بقى نجيب الليمت لما الاكس تقول للصفر فروم ذا ليفت 1 على اكس سكوير بيساوي، خد اي راي، يبقى ايه؟ فروم ذا ليفت يعني ابدا من يسار واذهب للصفر.
وخد اي رقم هنا وليكن مثلا نيجاتيف 1، وعوض بالنيجاتيف 1 في الداله دي. لو طلع لك نفس الشيء، لو طلع لك مقدار موجب يبقى الليمت ده بيساوي ما لا نهايه. طب لو طلع لك سالب يبقى بيساوي سالب ما لا نهايه. تمام. طب 1 على سالب 1 سكوير بمين؟ ب1 على 1 بكام؟ ب1. يبقى طلع لي موجب، يبقى ده برضه بيساوي مين؟ موجب ما لا نهايه. اذا فروم ذا ليفت بيساوي فروم ذا رايت، سوري، يبقى فروم ذا رايت بيساوي فروم ذا ليفت بيساوي مين؟ انفينيتي ما لا نهايه. اذا الليمت ده كله بيساوي كام؟ بيساوي ما لا نهايه. يبقى انت دلوقتي هنا انا عرفتك ازاي لما بيطلع لك لما يكون انت عايز تطلع ليميت وتعوض بقيمه الاكس ويطلع لك رقم ويطلع لك رقم على زيرو، يبقى في هذه الحاله لازم تجيب فروم ذا رايت وتجيب الليمت فروم ذا ليفت، وانا عرفتك ازاي بتجيبهم دلوقتي. تمام. فانا هنا لما جيت طبعا اجيب الليمت على اكس تساوي صفر، عند اكس اقول لي صفر، ايه اللي حصل؟ لما عوضت طلع لي على طلع لي ايه؟ واحد على زيرو، يبقى رقم على زيرو، قمت جايب الليمت فروم ذا ليفت وجبت الليمت فروم ذا رايت اللي هي بلا نهايه، بالليمت ده كله بكام؟ بلا نهايه. طيب انا عندي الليمت ده بلا نهايه وعندي الجي اوف زيرو، الجي اوف زيرو بكام؟ واحد. طب اذا ثالث شرط بيتحقق؟ لا. ليه؟ ثالث شرط بيقول لك ايه؟ ان لازم الليمت يكون بيساوي مين؟ الجي اوف زيرو. يبقى لازم الليمت عند الاكس تقول لي زيرو يكون بيساوي مين؟ قيمه الجي عند الاكس بزيرو. طب اصلا الجي اوف زيرو بواحد والليمت بانفينيتي، هل هما بيساوي بعض؟ لا. يبقى ثالث شرط ايه؟ مش متحقق، وبالتالي هذه ليست متصله عند الاكس بيساوي كام؟ صفر. حلو. يبقى دي برضو شرحناها وقلنا احنا هي ليه ليست متصله. طب تعالى نشوف دي الداله دي هنا. انا عندي عند الاكس ب2 الداله بتتغير، يعني ايه؟ يعني عند اكس ايكوال 2 الفانكشن بواحد، طب عند اكس لا تساوي 2 الفانكشن بواحد. طب نعمل ايه؟ يبقى انا هبحث عند الاكس ايكوال 2، يبقى نقول له كده ايه تحت الاكس ايكوال 2، ونشوف هل الثلاث شروط متحققين ولا في واحد مش متحقق. طيب اول شرط عندي ايه؟ ان انا بقول له الاف اوف 2 الاول، يبقى اخد مين؟ اخد الداله اللي عندها الاكس ايكوال 2. فين الداله اللي عندها اكس ايكوال 2؟ الواحد، ان الداله بتساوي واحد عند الاكس ايكوال 2، يبقى اف اوف 2 بكام؟ بواحد. تمام. بص يا بابا، ماشي، بص يا بابا، بعد كده هنجيب الشرط التاني. نعمل ايه؟ نجيب الليميت عند الاكس تقول للاثنين، يبقى ناخد ايه؟ ناخد الداله التي عندها لا يساوي. مين الداله اللي عندها لا يساوي؟ هي الداله دي، ان الداله دي الاكس ايه؟ لا يساوي الاثنين. يبقى نحط هنا اكس سكوير ماينس اكس ماينس الاثنين على اكس ماينس اثنين. حلو. بنعمل ايه اول شيء؟ بنعوض بالاثنين، يطلع لك ايه؟ يطلع لك صفر على صفر. طلع لي صفر على صفر. طب نعمل ايه؟ بنحلل البسط او مقام عشان نختصر، يبقى نحلل مين هنا؟ نحلل البسط، يبقى ليميت اكس تقترب من الاثنين نحلل بقى البسط، يبقى دي عباره عن مين؟ دي عباره عن اكس، وهنا اكس، واثنين دي عايز نحضر بهم اثنين، الفرق بينهم واحد، واحد اثنين. طبعا الاشاره دي سالبه، يبقى الرقم الكبير اللي هو الاثنين ياخد الشرط الوسط، يبقى الاثنين تاخد مين؟ السالب، والرقم الاخر ياخد الاشاره المخالفه، يبقى هنا مين؟ اكس ثمانية اثنين اهو في المقام زي ما هي، ده راح مع ده. حلو. يبقى ايه؟ خلاص فاضل مين عندي؟ اكس بلس 1، يبقى شيل اكس وحط 2، يبقى 2 بلس 1 بيساوي كام؟ 3. طب ثواني، الليمت ده طلع لي ب3، يعني موجود والاف اوف 2 ب1، يبقى ايه؟ از ديفايند. يبقى اول شرط اتحقق وتاني شرط اتحقق. طب بالنسبه لتالت شرط ايه الاخبار؟ تالت شرط بيقول لك ان لازم اول شرط يكون بيساوي مين؟ تاني شرط. طب اول شرط اف اوف 2 بيساوي 1، تاني شرط الليمت بيساوي 3، طب هل 1 ايكوال 3؟ لا طبعا. يبقى تالت شرط ايه؟ ما اتحققش. يبقى اقوله كده، بما ان الاف اوف 2 نوت ايكوال ليميت اكس تقول للاثنين، يبقى هذا معناه ان الاف اوف اكس از ديسكونتينوس. ومساله اخيره، ادي ال هنا رقم ايه؟ لما الاكس ب2 الفانكشن دي از انديفايند، رقم بي زي ما طلعنا قلنا لما الاكس بيساوي زيرو يبقى جي اوف زيرو بيساوي واحد، والليميت طبعا بيساوي ايه؟ ما لا نهايه. طبعا الليميت ده معناه ايه؟ ان هو مش موجود. ليه مش موجود؟ مع الليميت بيكون داز نوت اكسيست لما يكون فروم ذا ليفت نوت ايكوال فروم ذا رايت، دي قصه. او يطلع لي الليميت بما لا نهايه. بما لا نهايه معناها ايه؟ ان انا مش عارف اوصل لقيمه محدده. تمام؟ هي برضه ايه؟ الليميت ده داز نوت اكسيست. يبقى لو طلع لي الليميت بانفينيتي او سالب انفينيتي، يبقى ايه؟ يبقى هذا معناه ايه؟ ان الفانكشن نفسها ليست متصله. ليه؟ ان لو طلع لي الليميت بانفينيتي او سالب انفينيتي، يبقى هذا معناه ان الليميت ده غير موجود بالمره. ليه؟ امتى يكون موجود؟
لو اداني قيمه محدده موجب قيمه موجبه او قيمه سالبه او زيرو، هو كده خلاص موجود. طب لو طلع لي بما لا نهايه سالب لا نهايه يبقى هو ايه؟ داز نوت اكزيست. تمام. طيب لو طلع لي ان فروم ذا ليفت نوت ايكوال فروم ذا رايت يبقى هو ايه؟ برضه داز نوت اكزيست، وهكذا. المساله اللي بعد كده هنا بيقول لي explain why the following function is discontinuous عند ال a equals سالب 2. اول شيء هنعمل ايه؟ هنجيب ال f سالب 2، ناخد الداله اللي عندها يساوي، مين عندها يساوي؟ الواحد، يبقى f سالب 2 بكام؟ 1. طيب ثاني شيء نعمل ايه؟ نجيب الليمت لما ال x تقول لمين؟ ل 2. طب بص كده، نجيب كده الليمت لما ال x تقول ل 2، يبقى ناخد الداله التي ايه؟ التي عندها لا يساوي، اللي هي مين؟ 1 على x بلس 2، 1 على x بلس 2. حلو، عوض كده، طبعا دي سالب 2 دي، تمام، عوض كده يبقى 1 على بيساوي كام؟ سالب 2 بلس 2 بيساوي كام؟ 1 على 0. في الحاله دي تعمل ايه؟ يبقى انا زي ما قلت لك لما يطلع لك رقم على 0 يبقى لازم تجيب فروم ذا ليفت وتجيب فروم ذا رايت زي ما هو عامل كده بالظبط. اما قال لك ايه؟ قال لك اجيب فروم ذا ليفت الاف اوف اكس، يبقى واحد، يبقى ايه؟ يبقى ليميت اكس تقول الاثنين فروم ذا ليفت. فروم ذا ليفت يعني تحط سالب فوق الاثنين كده، لما فروم ذا رايت تحط موجب فوق الاثنين. يبقى لما تيجي تقول فروم ذا رايت تحط موجب فوق الاثنين، طب عايز تقول فروم ذا ليفت تحط سالب فوق الاثنين، يبقى هو كده لما يشوفها معناه ان انت بتجيب فروم ذا ليفت. طب لما اشوف اثنين وفيها موجب يبقى انت بتجيب فروم ذا رايت. حلو قوي. طب بص كده بقى، فروم ذا ليفت ادي خط الاعداد، هنحط مين؟ ها؟ هنحط سالب 2 اهو، ادي سالب 2 اهو. طب فروم ذا ليفت يعني ايه؟ يعني ابدا من اليسار واذهب للسالب 2 وخد اي قيمه هنا وليكن ايه؟ سالب 3. عوض بقى هنا. المقدار ده هيطلع لك بكام؟ بسالب ليه 1 على سالب 3 بلس 2 بكام؟ بسالب 1. يبقى المقدار ده، يبقى لما اعوض على اكس بسالب 3 هجد ان هذا المقدار بيساوي قيمه سالبه، وبالتالي هذا بيساوي كام؟ سالب ما لا نهايه. لان انا قلت لك لما تعوض يطلع لك قيمه سالبه يبقى هو سالب ما لا نهايه. طب لما تطلع لك قيمه موجبه يبقى موجب ما لا نهايه. طب الكلام ده بتعمله امتى؟ لما يطلع لك 1 على 0. انا قلت لك لما يطلع لك يعني في الجنرال يعني رقم على 0. لما يطلع لك رقم على 0 يبقى ده معناه ده الليمت ده بيساوي ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه او داز نوت اكزيست. تمام؟ وقلت لك امتى بيساوي ما لا نهايه؟ لو الرايت بيساوي ليفت بيساوي ما لا نهايه. طب امتى بيساوي سالب ما لا نهايه؟ لو فروم ذا رايت بيساوي فروم ذا ليفت بيساوي سالب ما لا نهايه. طب امتى داز نوت اكزيست؟ لو مثلا فروم ذا رايت بموجب ما لا نهايه وفروم ذا ليفت بسالب ما لا نهايه. اذا هم الاثنين لا يساوي بعض يبقى هو ايه؟ داز نوت اكزيست. حلو قوي. تعال نبص كده. انا جبت هنا فروم ذا ليفت تلاقي بسالب ما لا نهايه، طب تعالى نجيب بقى فروم ذا رايت، يبقى ليميت اكس تقول الاثنين بوزيتيف، يعني فروم ذا رايت 1 على اكس بلس 2. طب نعمل ايه؟ نجيبها ازاي؟ تعالى من اليمين واذهب للاثنين. انا بقول لك فروم ذا رايت يبقى تبدا من اليمين تذهب للسالب 2، سوري تذهب لليمين لسالب 2، خد اي كمان وليكن مين؟ صفر، اسهل قيمه عندي. اخد صفر مثلا، اعوض هنا 1 على صفر بلس 2 كام؟ بنص، لا لا قيمه ايه؟ موجبه، يبقى ده بيساوي كام؟ موجب ما لا نهايه. طب انت عندك ده سالب ما لا نهايه وده موجب ما لا نهايه، الليمت ده موجود؟ لا، يبقى ايه؟ وبالتالي الليمت ده مش موجود اصلا، يبقى الاف ايه؟ ديسكونتينوس. ليه؟ لان الشرط الثاني ما اتحققش معايا. يبقى انا كده شرحت له، يبقى انا كده ايه؟ مشيت خطوه خطوه، اول شرط اف سالب 2 ب1 ديفاين خلاص خلصنا منه. ثاني شرط بجيب الليمت عشان اعرف هو موجود ولا مش موجود، طلع مش موجود خلاص بقول له ان هو مش موجود وبالتالي هي ديسكونتينوس. تمام. كان ايه؟ لو كان ليميت فروم ذا رايت، ما هنا في موجب اهو يبقى فروم ذا رايت بيساوي الاف اوف ايه؟ يعني تاني لو كان الليميت اكس تقول للاي فروم ذا رايت بيساوي الاف اوف ايه؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان الليميت ده كونتينوس بس فروم ذا مين؟ ذا رايت. طب لو كان الليميت لما الاكس تقول للاي فروم ذا ليفت بيساوي الاف اوف ايه؟ يبقى الليميت ده يبقى ايه؟ يبقى الاف دي مالها؟ كونتينوس فروم ذا مين؟ فروم ذا ليفت. يبقى امتى تكون كونتينوس فروم ذا رايت؟ لو الليمت فروم ذا رايت بيساوي اف في. طب امتى تكون كونتينوس فروم ذا ليفت؟ لو الليمت فروم ذا ليفت بيساوي مين؟ اف في. حلو، تعالى ندخل على المسائل. تعالى هنا مثلا، وهنا بقى في حاجه عايز اقول لك عليها عشان ما تتلخبطش. بص كده، لما يكون عندك في اكبر من واصغر من، اعرف ان انت لما تيجي تجيب الليمت مثلا عند سالب 1 تمام، يبقى لازم تجيب فروم ذا ليفت فروم ذا رايت. لما تيجي تجيب الليمت عند اي قيمه يبقى لازم تجيب فروم ذا ليفت
from the right. يبقى تاني لما يكون في عندك اكبر من واصغر من، تمام؟ يبقى انت اوريدي عارف لما تيجي تختار قيمه معينه وعلى الكيب الليمت عندها، يبقى انت لازم تيجي فروم ذا ليفت وفروم ذا رايت. ليه؟ لان انا ما يعني ايه فروم ذا رايت؟ يعني الاكس، يعني مثلا يعني ايه الليمت الاكس تقول الايه فروم ذا رايت، يعني انت بتجيب الليمت لما الاكس اكبر من الايه. طب يعني ايه ليمت الاكس تقول الايه فروم ذا ليفت؟ يبقى انت بتجيب الليمت عند الاكس اقل من الايه. فلما يكون عندك مثلا زي هنا اكس اقل من نيجاتيف 1 واكس اكبر من نيجاتيف 1، اذا اكس اقل من نيجاتيف 1 دي من دي مالها؟ دي تمثل فروم ذا ليفت. طب اكس اكبر من نيجاتيف 1 دي مالها؟ دي تمثل فروم ذا رايت. حلو، يبقى خلصنا من دي. طب لما يكون عندي داله وفي عندي اكس ايكوال مثلا 2 وهنا اكس نوت ايكوال 2، يبقى نعمل ايه؟ يبقى اللي عندها نوت ايكوال دي مالها؟ دي اللي انت هتجيب الليمت عندها. يبقى مثلا نفترض هنا في اكس، يبقى اقول ليميت هنا مثلا في اكس سكوير مثلا، يبقى ليميت اكس تقول للاثنين اكس سكوير، تمام؟ يبقى انت بتاخد الداله التي عندها ايه؟ لا يساوي. يبقى انت بتعمل الكلام ده لما يكون عندك في يساوي ولا يساوي، بتاخد الداله التي عندها مين؟ لا يساوي، وبتجيب الليميت. والله طلع لي رقم يعني بيها، طب صفر على صفر اختصر بس مقام، طب طلع لي رقم على صفر، او يبقى نعمل ايه؟ يبقى جيت فروم ذا ليفت فروم ذا رايت زي ما احنا شرحنا قبل كده. يبقى خلاص احنا خلصنا الحاله في حاله لو ايه بيساوي في لا يساوي، بنعمل ايه لما اجي اجيب الليميت؟ باخد الداله التي عندها لا يساوي، حلو، واحطها هنا واجيب لها الليميت بتاعتي، واتعامل عادي جدا، اعوض بقيمه الاكس الاول، طلع لي برقم المساله انتهت. طب طلع لي صفر على صفر احل البسط المقام عشان اختصر، طب طلع لي برقم على صفر يبقى اجيب فروم ذا رايت فروم ذا ليفت واشوفهم بيساووا بعض ولا لا زي ما علمتك قبل كده. حلو، طب لو هنا في اكبر منه اصغر مني، يبقى على طول لما تجيب الليميت عند اي رقم هنا يبقى انت هتجيب فروم ذا ليفت وهتجيب بيه فروم ذا رايت. تمام، تعالى بقى نتعامل هنا. تعالى هنا بيقول لك ايه بقى؟ فاين ذا نمبر ات ويتش اف از ديسكونتينوس، يبقى هو عايز قيمه الاكس التي عندها الاف ليست متصله، ده اول شيء. وبيقول لك هنا يبقى ايه؟ وحدد له، يعني هي خلاص احنا عرفنا مثلا يعني ان الاف عند الاكس ايكوال سالب واحد ليست متصله، طب حدد له بقى هي متصله في فروم ذا رايت ولا فروم ذا ليفت. يبقى انا بعد ما حدد له ان الاف دي ليست متصله، تمام، احدد له بقى هي متصله من اليمين ولا من اليسار. طب الموضوع ده صعب، ده سهل جدا. طب واحده واحده، احنا عندنا كام قيمه؟ تعالى بس ناخد الصوره دي من الاول كده عشان ايه؟ عشان هنا في شربطه.